الخلاف في النحو. الخلاف خذ ما تستريح له نفسه. الحمد لله، يعني ناخذ بالاسهل. خذ بالاسهل، خذ بالاسهل، خذ بالاسهل، نعم. ولا اشكال. ولا اشكال. لا اثم ابدا. الحمد لله. خذ الاسهل. وابن مالك يتهم بانه بصري، الحقيقه ان ابن مالك ليس بصريا ولا كوفيا، هو مجتهد. ما شاء الله. نعم. قال في النداء: والمنادى النائي او كنائيا واي واكذا ايا ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندب او يا وغير والد اللبس جنب وغير مندب ومضمر وما جام استغاثا قد يعرف على ما وذاك في اسم الجنس والمشاركه قل ومن يمنعهم وهم البصريون فانصر عادل وهم الكوفيون. يا سلام. وقال في مكان اخر: وان يفي التوكيد منكر قبل. البصريون لا يقبلون توكيد النكره. وان يفي التوكيد منكر قبل وعن نحات البصره المنع شمل. فهو الحقيقة ليس كوفية ولا بصرية، وإنما هو الحقيقة مجتهد وإمام مستقل. والله تعالى صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. طيب يا شيخ،